الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل لتجدد لقائنا ونجتمع في بيت من بيوت الله نقرأ كتاب التوحيد شرح الشيخ صالح الفوزان بالكتاب المسمى به إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 28 من ذي الحجة لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 29 من الشهر الثامن لعام 19 و2000، وقد بلغنا بحمد الله الباب الثالث بعد 30، وهو باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 33، باب قول الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. حسب. نعم. قال الشارح: قال الشارح حفظه الله تعالى: التوكل هو التفويض، فالتوكل على الله تفويض الأمور إليه سبحانه، وهو من أعظم أنواع العبادة. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوكل هو التفويض، فالتوكل على الله تفويض الأمور إليه سبحانه، وهو من أعظم أنواع العبادة. الله أكبر. التوكل عبادة قلبية، يجب على المسلم أن يخلص لله عز وجل بعبادة التوكل، حتى أنه لا يجوز أن يقول: أتوكل على الله ثم عليك، أو نتوكل على الله ثم عليه. شوف، حتى هذا ما يجوز، وإنما التوكل على الله عز وجل لأنه تفويض إلى الله عز وجل في جميع الأمور، فهي عبادة قلبية. قال شيخنا الثمين رحمة الله عليه: التوكل هو صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، مع الأخذ بالأسباب الشرعية أو الأسباب المباحة. صدق الاعتماد على الله في ماذا؟ في جلب ما ينفعك وتحرص عليه، وفي دفع ما يضرك، مع الأخذ بالأسباب. لأن من توكل على الله عز وجل وترك الأسباب، يعني أقال أن التوكل على الله مع ترك الأسباب، قال هذا قدح في العقل. كما لو أن شخصا ما يرغب بالولد ولا يتزوج، والله ارزقني ولدا صالحا طيبا، ذرية صالحة طيبة، ولا يتزوج، لما يا فلان؟ قال: متوكل على الله ويرزقنا الله. والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأنا متوكل على الله وأرجو من الله أن يرزقني ولدا صالحا، ويأبى الزواج. هذا يكون قدح في العقل، وأنت ما عندك عقل، اعتمد على الله، لكن خذ بالأسباب، تزوج حتى يرزقك الله ولدا. هذا هو الصحيح. فالذي يترك الأسباب بالكلية هذا مقدوح في عقله. طيب، والذي يعتمد على الأسباب الكلية دون أن يفوض أمر إلى الله، هذا قدح في الدين. فالسبب ما هو إلا سبب، والأمر كله بيد الله عز وجل. فأنت تتوكل على الله مع ماذا؟ مع الأخذ بالأسباب. ولذلك ربنا جل وعلا أمر عباده، قل سيروا في الأرض، فأمر عباده أن يسيروا، قل سيروا في مناكبها، تسير في أطراف الأرض وتبتغي الرزق، وتسعى حتى في القتال والجهاد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالاعتماد على الله والتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل قد أمرنا بالأخذ بالأسباب، لكن الاعتماد على الأسباب دون التوكل على الله هذا قدح في الدين. طيب، ما هو المطلوب؟ المطلوب أن نأخذ الأسباب ونتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم. قال: ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد
أنه لما كان التوكل على الله عبادة لله عز وجل وجب إخلاصه لله وترك التوكل على من سواه، لأن العبادة حق لله، فإذا صرفت لغيره صار ذلك شركا، فالتوكل على غير الله شرك كما يأتي بيانه وتفصيله. وهذا الكتاب المبارك ألفه الشيخ رحمه الله لبيان التوحيد وبيان الشرك، فالتوكل على الله وحده توحيد، والتوكل على غيره شرك. طيب التوكل على الله وعلى غيره شرك، نعم. فهذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. قوله رحمه الله: باب قول الله، أي تفسير هذه الآية، أي تفسير هذه الآيات. فهذا الباب يبين فيه تفسير هذه الآيات الكريمات. نعم. بوب المؤلف بآية من القرآن، وهذا كثير ما يصنعه في كتابه، فيربط طالب العلم ويربط القارئ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا صنع البخاري في صحيحه، بوب أبواب بإيش؟ بآيات قرآنية، باب قوله كذا وكذا، أو بشطر من حديث، حتى لو لم يكن الحديث على شرط البخاري لكن صحيح، أو حتى صحيح المعنى، فيجعله عنوانا ترجمة فيقول باب كذا وكذا. وهنا مسألة مهمة جدا، أن الداعي لله عز وجل الناصح الواعظ الأب الأم ينبغي أن يعلق الناس بأحكام الله عز وجل وينسبه إلى الله. لا يكفي أن تقول لابنك أو لأخيك صل، قل له إيش؟ اشعره وبلغه وأخبره أن الصلاة قد كتبها الله. لا تقول لابنك لا تكذب، قل له إيش؟ الكذب حرام، حرمه الله، الكذب يؤدي للفجور، الفجور يؤدي للنار. لا تقول لفلان لا تسرق، وإنما قل السرقة حرام، حرمها الله عز وجل، لا تأكل ما حرم الله. فتعلق المخاطب بالله عز وجل أن هذه أحكام شرعية، ليست هي نصائح يعني مجردة عن الشرع، كما تنصح مثلا واحد أحسن طريقة في القراءة، أو أحسن طريقة في قيادة السيارة، أو أحسن طريقة في البناء، أو اشتري المواد الفلانية، أو ركب هذا ثم ركب هذا. هذه أشياء ليست شرعية حتى نقول اربطها بالله عز وجل، لكن إذا قلت الإنسان حلال حرام واجب، فقل هذا مما أوجبه الله، صل لله قد أمر الله بذلك، بر والديك فإن الله عز وجل قد أمر بذلك، هذا حرام لقول الله تعالى كذا وكذا، هذا أبلغ وهذا هو الواجب، أن يقوم الإنسان بامتثال المأمور واجتناب المحظور امتثال لأمر الله عز وجل. فهنا الشيخ ما شاء الله رحمه الله وجزاه الله عنه خيرا يبوب بالآية، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. قال: فقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذه الآية في سورة المائدة في قصة موسى عليه السلام مع قومه، لما قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يعني أرض فلسطين، ليخلصوها من الوثنيين، لأنها كانت بيد الوثنيين. وموسى عليه السلام أمر بالجهاد لنشر التوحيد ومحاربة الشرك والكفر بالله وتخليص الأماكن المقدسة من قبضة الوثنيين، وهذا من أغراض الجهاد في سبيل الله. نعم. التي كتب الله لكم، لأن الله كتب أن المساجد والأراضي المقدسة للمؤمنين من الخلق من بني إسرائيل وغيرهم، كتب الله لكم، شرع أن تكون الولاية عليها للمؤمنين، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالولاية على المساجد خصوصا المساجد المباركة، وهي المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وسائر المساجد، تكون الولاية عليها للمؤمنين، ولا يجوز أن يكون للكفار والمشركين من الوثنيين والقبوريين سلطة على مساجد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهذا سبق في الباب الذي قبل هذا. قال تعالى في المسجد الحرام: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمساجد الله خصوصا المساجد الثلاثة
يجب أن تكون الولاية عليها للمسلمين ولا يكون للمشركين عليها سلطة، ويجب على المسلمين أن يجاهدوا حتى يخلصوا هذه المساجد من أيدي المشركين. فموسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل يريد تخليص بيت المقدس، ولكن بني إسرائيل كانوا قوما جبناء، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. يقال كان فيها حين ذاك قبيلة يقال لها العماليق، كانوا شدادا في خلقهم أقوياء. قال تعالى عنهم وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وهذا منتهى المهانة ومنتهى السخرية، لأن الكفار ليسوا بخارجين إلا بالجهاد والجلاد والاستشهاد في سبيل الله. قال رجلان يعني من بني إسرائيل من أهل الرأي والإيمان والعزيمة، من الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، أنعم الله عليهما بالإيمان والعزيمة الصادقة، ادخلوا عليهم الباب، يعني اعزموا واهجموا عليهم حتى يروا منكم القوة، فإذا رأوا منكم القوة فإنهم يخرجون، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. لا شك أنه إذا حصل هجوم صحيح ودخل المجاهدون عليهم الباب أنه سيقع الرعب في قلوبهم ويخرجون منها، لكن هذا لا يكون إلا من أهل الإيمان وأهل الصدق والعزيمة والبأس، كما في رجال محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يجاهدون ويهجمون على الكفار ويقتحمون الأبواب ويخاطرون بأنفسهم. وأيضا فإنه لا يكفي دخول الباب، بل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فهذا لا يحصل إلا بالعزيمة الصادقة والإقدام في سبيل الله وتقديم النفس في سبيل الله مع التوكل على الله وعدم الاعتماد على القوة، بل يعتمد على الله مع الأخذ بالقوة المناسبة. وهذا محل الشاهد من الآية حيث قدم المعمول وهو الجار والمجرور وعلى الله، وأخر العامل وهو فتوكلوا، مما يفيد الحصر، أي توكلوا على الله ولا تتوكلوا على غيره. ففيه وجوب إخلاص التوكل على الله عز وجل، وأنه سبب من أسباب النصر على الأعداء، مثل قوله إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المعمول وأخر العامل، أصله نعبدك ونستعين بك، ولكن قدم المعمول وهو الضمير المنفصل إياك في الموضعين على العامل نعبد ونستعين، ليفيد الحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين بغيرك، وهذا هو الإخلاص والتوحيد. طيب، كلام جميل وواضح، لكن المسألة العلمية التي فيه تحتاج إلى توضيح، وضحناها كثيرا وهي واضحة بحمد الله، لكن قد يكون بعض الأخوة لم يستوعبها بعد، نكررها تكرار، فيه فائدة عظيمة. يقول تقديم المعمول على العامل، معمول على العامل، العامل هو الذي يسبب الحركة، النصب أو الرفع أو الخفض. فمثلا حضر محمد، ما الذي جعل محمد بالتنوين ضم، ما الذي جعله مرفوعا؟ كونه فاعل للفعل حضر، حضر محمد، فحين إذا أردنا أن نعرب نقول حضر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب، محمد فاعل للفعل حضر مرفوع به، ما الذي رفع محمد؟ ها، الفعل مرفوع بعلامة رفع الضم الضارع على آخره. فلاحظون الآن أيهما العامل وأيهما إيش المعمول؟ حضر هو العامل، هو الذي جعل إيش أثر في كلمة محمد فجعل مرفوعة، حضر محمد، واضح؟ فلو جعلنا في مفعول به مثلا أكل الرجل الطعام، أين العامل؟ أكل فعل، هنا الرجل مرفوع بالفعل على طرف الضمة، الطعام مفعول به منصوب الفتحة، فيسمى هذا عامل وهذا معمول. ماذا عمل العامل؟ أكل بالرجل رفعه، وماذا جعل فعل العامل بالمعمول المفعول به؟ نصبه، فيسمى عامل وهذا معمول. فإذا قدم المعمول على العامل له فائدة بلاغية، منها أن يكون ذاك حصرا،
فأصل الكلام أصل الكلام توكلوا على الله، توكلوا على الله، فجعل هنا على الله قدمها فقال وعلى الله فتوكلوا، يقول هذا يفيد الحصر، يعني المعنى يصير حينئذ على الله وحده لا على غيره توكلوا. ضرب مثال آخر قال إياك نعبد، إياك نعبد، ترتيب الكلام فعل وفاعل مفعول به، الفعل هو العامل فاعل مفعول به، أصل الكلام نعبدك، نعبد هذا فعل، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره نحن، نعبدك، نحن نعبدك صح، نعبدك، الكاف هذه ضمير متصل هو المفعول به، شلون هناك أكل الرجل الطعام مفعول به، هنا الكاف هي المفعول به، ها؟ فصار إيش؟ نعبدك. الآن المفعول به هاي نعبدك الكاف هذه جعلها في مقدمة الجملة حتى يفيد الحصر، فقال إياك نعبد، أصل الكلام ماذا؟ نعبدك، ها؟ أخذ مفعول به فجعله في مقدمة الجملة فصار إياك نعبد، لما؟ الفائدة البلاغية في ذلك، لما؟ حتى يفيد الحصر، يعني أن العبادة حق لله وحده، محصورة لله، لا نعبد غيرك، لا نعبد غيرك، فقال إياك نعبد، واضح؟ هي أصلا ماذا؟ نعبدك فعل وفاعل ومفعول به، قدم ما حقه التأخير، واضح؟ فهنا قال وعلى الله فتوكلوا، أصل الكلام توكلوا على الله، فجعل الجار المجرور على الله في مقدمة الجملة ليعطي معنى أن التوكل على الله وحده عبادة محصورة لله وحده لا لأحد سوى الله ولا حق لأحد في هذه العبادة هي التوكل، فقال وعلى الله فتوكلوا، ثم قال إن كنتم مؤمنين، إن هذه للشرط، يعني الشرط لإيمانكم إن كنتم فعلا حقا مؤمنين فتوكلوا على من؟ فعلى الله فتوكلوا، يعني كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم، صح؟ إن كنتم مؤمنين، يعني إذا كان إيمانكم صحيحا فذروا الربا، إن كان إيمانكم صحيحا فتوكلوا على الله وحده، فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا يعني خلاصة هذا الكلام، التقديم والتأخير وفائدته الحصر. الآن بعد ما قلنا الكلام أعد قراءة الفقرة قبل أخير، وهذا محل الشاهد، ها؟ قال وهذا محل الشاهد من الآية حيث قدم المعمول وهو الجار والمجرور وعلى الله، قدم المعمول الجار المجرور، يعني قبل تقديمه إيش كان الكلام؟ توكلوا على الله، فماذا فعل؟ قدم الجار المجرور فقال وعلى الله فتوكل، نعم، وأخر العامل وهو فتوكلوا، مما يفيد الحصر، مما يفيد الحصر، أي توكلوا على الله ولا تتوكلوا على غيره، يعني أي توكل على الله وحده ولا تتوكل على غيره، ففيه قال ففيه وجوب إخلاص التوكل على الله عز وجل، وأنه سبب من أسباب النصر على الأعداء، مثل قوله إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المعمول وأخر العامل، أصله نعبدك ونستعين بك، ولكن قدم المعمول وهو الضمير المنفصل إياك في الموضعين على العامل نعبد ونستعين ليفيد الحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين بغيرك، وهذا هو الإخلاص والتوحيد، واضح؟ واضح الآن أكثر؟ طيب راح تمر معك مرارا إن شاء الله، تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، واضح؟ طيب كمل. قال وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، أي إذا خوفوا بالله خافوا، وإذا ذكروا بالله تذكروا، وإذا قيل لهم واتقوا الله خافوا من الله عز وجل وأشفقوا من عذابه، إذا وعظوا وذكروا فإنهم يخشون الله سبحانه وتعالى، بخلاف الذين قال الله تعالى فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وقوله تعالى
وإذا ذكروا لا يذكرون، وقوله تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإن المؤمن ينتفع بالموعظة والتذكير ويخاف من الله سبحانه وتعالى إذا ذكر به وخوف به، وهذه علامة الإيمان. أما المنافق فهو وإن ادعى الإيمان فإنه إذا ذكر بالله ازداد عتوا ونفورا وازداد طغيانا فتأخذه العزة بالإثم. ذكر المؤلف الآية الثانية في باب التوكل على الله، قال وقوله إنما المؤمنون، إنما هذه كلمة ولا كلمتان؟ كلمتان، إن وما، صح؟ إن ماذا تفيد؟ إن إذا دخلت على جملة اسمية تفيد التوكيد، إن الله غفور رحيم، أصل الكلام مبتدأ وخبر، الله غفور، الله غفور، فتدخل إن فتؤكد هذه الجملة إن الله، لكن بعد ما تدخل إن على الجملة الاسمية أصل الكلام الله غفور مبتدأ مرفوع وغفور خبر مرفوع، لكن إذا دخلت إن الناسخة، سمعت ناسخة يعني تغير الإعراب، بدل ما كان الله غفور صارت إن الله، شفت؟ كان مرفوعا فأصبح منصوبا، وحينئذ المبتدأ عندما تدخل عليه إن وحدة خواتها يسمى إيش؟ تسمى اسم إن، فصارت الجملة إن الله، إن حرف توكيد ونصب ينصب الاسم اللي بعده، ونسخ يغير الإعراب، الله اسم إن منصوب بها وعلى نصبه الفتحة الضارعة على آخره، غفور خبر إن، صح؟ لكن لو دخلت ما على إن صارت إنما، صارت إنما، فحينئذ تكفها عن العمل، ما عاد إيش تنصب المبتدأ وترفع الخبر، يرجع إلى إيش مثل ما كان مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع. لماذا؟ معنى فيه إن، لأن دخل على إن ما فكفت عن العمل، فلذلك تكف على العمل لكن تعطي معنى وهو الحصر، أعطت الحصر. من هم المؤمنون حقا؟ قال إنما المؤمنون اللي كذا وكذا وكذا وكذا، فحصرت. فما هذه من حيث الإعراب أعطت كف، جعلت إنما تعمل بعد ما كانت تنصب أوقفت عن النصب، صح؟ لكن عطت معنى الحصر، فقال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات إلى آخره، حتى قال في آخره أولئك هم المؤمنون حقا. طيب هنا الآن سيذكر بعض صفات المؤمنين اللي هم المؤمنون الخلص المؤمن حقا. أول وصلهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت قلوبهم وتذكروا واتعظوا، بخلاف حال المنافقين. المنافق قال الله عنه وإذا قيل اتق الله أخذت عزة الإثم، قال عن الكفار وإذا ذكروا لا يذكرون، بينما المؤمن إذا ذكر يذكر، وإذا خوف بالله خاف الله، وإذا تليت عليه آية الله خاف قلبه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني ذكر الله ذكروهم بالله، بعذاب الله، بسخط الله، بحساب الله، بالموقف بين يدي الله. فماذا يحصل المؤمن له عندما يذكر بالله وعذاب الله والموقف بين يدي الله والحساب؟ يخاف. شوف قال وجلت قلوبهم، هذا الوصف الأول. كمل. قال وإذا تليت عليهم آياته القرآنية زادتهم إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته، قال الشيخ القرآنية، لأن الآيات تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. كونية الليل آية، الشمس آية، القمر آية، الإنسان نفسه آية، يعني علامة تدل على قدرة الله وعلمه ورحمته وفضله، فهي آيات كونية. وفي آيات شرعية اللي هي الآيات القرآنية التي تتلى، واضح؟ فهنا وإذا تليت عليهم آياته، وإذا تليت عليهم آياته، قال الشيخ القرآنية، وهذا دليل من أدلة أهل السنة أن كتاب الله القرآن كلامه ليس مخلوق من مخلوقاته. لماذا؟ قال لأن لا يتلى إلا الكلام، لا يتلى إلا الكلام، وإنما قال وإذا تليت عليهم آياته نتلو عليك من نبأ، نتلو عليك، إذن هو الكلام هو الذي يتلى، وأما المخلوق
لو كان القرآن مخلوقا لما قال الله عز وجل أنه يتلى، واضح؟ فكون يتلى إذن هو كلام، كلام الله سبحانه وتعالى. قال وإذا تليت عليهم آياته أي القرآنية صار زادتهم إيمانا. وهذه علامة الإيمان، أن المؤمن إذا تليت عليه آيات الله وسمع القرآن يزيد إيمانه ويقينه وينتفع بالقرآن الكريم، خلاف المنافق فإنه إذا تلي عليه القرآن لا يستفيد، فإنه إذا تلي عليه القرآن لا يستفيد منه شيئا، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. طيب، يقول الله وإذا تليت عليهم آياته أي آيات قرآنية، ماذا يحصل لهم؟ زادتهم إيمانا. دليل على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد، وعلى أن الإيمان ينقص بعد. يزيد واضح، زادتهم إيمانا، كيف ينقص؟ قال لأنه ما زاد إلا لأنه كان ناقصا، لا يزيد إلا ما كان قابل للنقص، فهو يزيد وينقص. وأدلة زيادة النقصان كثيرة في القرآن، وعليه عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، وهذا دليل من أدلة الزيادة. فقال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، واضح؟ طيب، ما السبب أن الآيات تزيدهم إيمان؟ ما السبب؟ أصلا بما يزيد الإيمان وبما ينقص؟ يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فلذلك المؤمنون إذا تلي عليهم القرآن فيه الأوامر وفيه النواهي وفيه الوصايا وفيه النصائح، امتثلوا المأمور واجتنبوا المحظور واتعظوا بالموعظة، فحصل لهم زيادة الإيمان. فهنا كلام أهل السنة في تعريف الإيمان متناسق، قالوا يزيد بالطاعة بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو ينقص بالمعصية، صح؟ فهنا الآيات على ماذا تشتمل؟ على الأوامر والنواهي والتوجيه والتحذير والموعظة، فيحصل لهم حينئذ يمتثلون المأمور ويجتنبوا المحظور فيزيد إيمانهم بالطاعة. فلذا قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم، كمل. قال وقوله تعالى وعلى ربهم يتوكلون، هذا محل الشاهد من الآية للباب. نعم، فهي مثل الآية التي قبلها وعلى الله فتوكلوا، وهنا يقول الشاهد لأي شيء؟ للباب. الباب نحن فيه الآن باب التوكل على الله عز وجل. فذكر الآن من الصفات المهمة في هذا السياق ماذا يا أخوان؟ أولا إذا تليت عليهم آياته وجلت، لا، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زالت إيمانه، وعلى ربهم يتوكلون. هذا الوصف الثالث، أنهم على ربهم يتوكلون. ماذا يفيد قوله وعلى ربهم يتوكلون؟ لم يقل يتوكلون على الله، بل قال وعلى ربهم يتوكل، يفيد الحصر، يعني على الله وحده التوكل لا على أحد غيره. هنا قدم ولا ما قدم؟ أصل الكلام يتوكلون على ربهم، فقال وعلى ربهم يتوكلون. نعم، قال وهنا يقول وعلى ربهم يتوكلون، قدم المعمول أيضا وهو الجار والمجرور على العامل وهو يتوكلون ليفيد الحصر، وبيان أن التوكل عبادة يجب إفراد الله سبحانه وتعالى فيها، ولا يجوز التوكل على غير الله، لأن من توكل على غير الله فقد أشرك. نعم، وقد جعل سبحانه التوكل شرطا في صحة الإيمان فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فمن توكل على غير الله فليس بمؤمن. كيف عرفنا أنه جعله شرطا؟ لأنه قال إن كنتم مؤمنين، هذا الشرط. أين الشرط؟ إن أداة شرط، وأدوات الشرط تحتاج لماذا؟ إلى فعل الشرط وجواب الشرط، ويسمى ماذا جواب الشرط؟ جزاء الشرط، واضح؟ يعني حتى نسهله، قال إن تدرس تنجح، أين أداة الشرط؟ إن. أين فعل الشرط؟ تدرس. أين جوابه أو جزاؤه؟ تنجح، واضح؟ إن تدرس تنجح، واضح؟ أداة شرط، فعل شرط، جواب شرط أو جزاء شرط. ما الفرق بين جواب الشرط وجزاء الشرط؟
هو وهو يسمى جواب الشرط ويسمى جزاء الشرط. فلاحظ هنا أداة شرط، فعل شرط، جواب شرط، هذا متى يتحقق الجواب أو الجزاء؟ إذا تحقق ها فعل الشرط. فإذا كنا قال جعله شرطا، كيف جعله شرطا؟ لأنه أتى بأداة شرط وفعل شرط، فإذا هذا النتيجة المحققة بعد الفعل تسمى الجزاء أو الجواب. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أين هنا أداة الشرط؟ إن. طيب إذا كان إيمانكم صحيح ذروا الربا، واضح؟ اتركوا الربا إن كنتم مؤمنين إيمانا صحيحا، إن كنتم مؤمنين إيمانا كاملا، واضح؟ هذا المعنى إذا فككت بهذه الطريقة تفهم معنى القرآن. وإذا قيل الإعراب فرع عن المعنى، يعني عرفت فاعل المفعول والشرط المشروط له وعرفت يعط إيش، تفهم المعنى حينئذ، تفهم المعنى، واضح؟ طيب فهنا قال فجعله إيش شرطا، صح؟ فمن توكل على غير نكمل. قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية. طيب دخل الآن أقرأ المتن فوق. قال وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الشارح وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فقوله يا أيها النبي ناداه بصفته الكريمة النبي، والله تعالى لم ينادي محمدا باسمه أبدا في القرآن، بل يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول، فيناديه باسم النبوة وباسم الرسالة تكريما وتشريفا له صلى الله نوح. عليه وسلم. ها نادى إبراهيم يا إبراهيم، وقال يا عيسى، ولكن لم يقل يا محمد اللي في القرآن، إنما قال يا أيها الرسول وقال يا أيها النبي. نعم. أما الإخبار عنه فإن الله يذكره باسمه كقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فهذا من باب الإخبار. فإذا جاء باب الإخبار يأتي باسمه صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء بالنداء فيناديه بصفاته الكريمة يا أيها النبي يا أيها الرسول. ولذلك عاب الله على الأعراب الذين وقفوا على الحجرات وقالوا يا محمد اخرج إلينا. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فيجب التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. الله نعم. الصحابة ما كان يقول يا محمد يا محمد ينادونه، وإنما يقول إيش يا رسول الله يا نبي الله، ما يقولون إيش يا محمد، وقد نهام الله عن ذلك. بل الله جل وعلا في كتابه ما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيا محمد. يوم القيامة ممكن يقول يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، لكن اللي في القرآن كله إما يا أيها الرسول بلغ، يا أيها النبي اتق الله، ينادي بيا أيها الرسول ويا أيها النبي. وقد نهى الله عز المؤمنين أن ينادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه، فنهاهم أن يجعلوا دعاءه كدعاء بعضهم بعض، يقول يا فلان يا عائشة يا عمر يا أبا هريرة، يقال يا محمد لا، يقال يا رسول الله يا نبي الله. وهذا يعني من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال مطلع الآية الآن في المتن يا أيها النبي حسبك الله. نعم. قال قوله حسبك الله، حسبك يعني كافيك، فالحسب هو الكافي ومن اتبعك من المؤمنين. طيب الحسب هو الكافي يعني يكفيك، ماذا يكفيك؟ بالرزق، يكفيك بالعافية، يكفيك من شر أعدائك، يكفيك من الهوى، من الهم، من الغم، يكفيك من كل شيء. فقال إيش يا أيها الرسول حسبك الله، وهذا كقول جل وعلا حسبنا الله ونعم الوكيل. فحسبك يعني يكفيك. وقد يأتي
التعبير بيكفي كقول جل وعلا أليس الله بكاف عبده. ما معنى عبده؟ يعني عباده. كيف عرفنا؟ لأنه مفرد أضيف، ما قلنا هذا مرارا، والمفرد إذا أضيف في يد العموم. أشهر مثال وأن تعدوا نعمة الله، هل هي نعمة واحدة؟ لو كانت نعمة واحدة يمكن إحصاؤها، قال الله وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن وأن تعدوا نعمة الله، نعمة أضيفت، أضيفت هنا إلى الله، نعمة الله مضاف مضاف إليه، يعني وأن تعدوا نعم الله لا تحصوها. وهنا قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده، يعني بكاف إيش؟ عباده، لأنه عبد مفرد أضيفة، فقال عبده، والهاء هذه كلمة ضمير صح، فهي كلمتان عبده، فصار المعنى أليس الله بكاف عباده. إذن الله يكفي، فلا تتوكل إلا على الله ما دام الله يكفيك، فلما تتوكل على غيره؟ لما تلتمس غيره مع أنه هو جل وعلا كافيك وكافي عباده جميعا؟ فقال جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله. واضح؟ طيب كمل. قال ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين، فالواو عاطفة، ومن اتبعك معطوف على ضمير المخاطب المضاف إليه في قوله حسبك، أي حسبك وحسب من اتبعك، فحذف المضاف في الكلمة الثانية اعتمادا على ما جاء في الأولى من باب الاختصار والإيجاز. فقوله ومن الواو عاطفة، ومن في محل جر، عطف على ضمير المخاطب المضاف إليه في قوله حسبك، هذا هو الصواب الذي رجحه الإمام ابن القيم وأبطل ما سواه، فليس ومن اتبعك معطوف على الله فيكون مرفوعا. طيب يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الشيخ هنا يقول كما بين ابن القيم المعنى حسبك الله كافيك الله، وحسب المؤمنين، وحسب المؤمنين، فالله عز وجل كافيك وكافي المؤمنين، وليس المراد حسبك الله وحسبك المؤمنون. لو صار المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون لصار الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي يكفيه؟ الله والمؤمنون. لا، ما أراد الله عز وجل بهذه الكلمة أن المؤمنين كافين رسول الله، لا، الله كافي، كافي الرسول وكافي المؤمنين أيضا. فصار المعنى يا أيها الرسول، يا أيها النبي حسبك الله وحسب المؤمنين الله. فالله حسب من؟ حسب النبي صلى الله عليه وسلم وحسب المؤمنين، وليس المعنى أن الله عز حسب المؤمنين وأن المؤمنين أن الله عز حسب النبي وأن المؤمنين أيضا حسب النبي، لا. وإذا قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده، الله يكفي العباد جميعا، فهو حسب النبي كاف النبي، وهو جل وعلا حسب المؤمنين. واضح ولا واضح؟ ما الفرق بين المعنيين؟ المعنى الأول اللي هو البعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حسبه؟ الله والمؤمنون. لا، هذا معنى بعيد، وإنما المراد أن الله عز وجل حسب من ومن؟ حسب النبي والمؤمنين أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك الله والله عز وجل حسب أيضا أتباعك من المؤمنين، هذا هو المعنى. واضح؟ طيب كمل. قال ومحل الشاهد من الآية حسبك الله، فإذا كان حسبك الله فيجب التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه سبحانه وتعالى وحده، لأنه يكفي من توكل عليه، كما في الآية التي بعدها وهي قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، الآية في المتن، قال أقرأ المتن. قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كمل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري ومسلم. طيب قال الشارع
قال الشارح وقوله ما يتوكل على الله فهو حسب أي يفوضه أول سطرين كما في الآية التي بعد أي يفوض أمره إلى الله ويعتمد على الله فإن الله حسبه أي كافيه جميع الأمور سبحان نعم. أما من لم يتوكل على الله فإن الله يكله إلى من اعتمد عليه كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه نعم. فمن تعلق بالله كفاه ومن تعلق بغيره خذله الله ووكله إلى ضعيف نعم. قوله ومن يتوكل على الله أي لا على غيره فهو أي الله سبحانه وتعالى حسبه أي كافيه فهذا فيه ثمرة التوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب إيش رأيكم بالأسلوب هذا أشمع؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من أداة شرط صح؟ من يتوكل النتيجة الجواب حسبه يكفيه. واضح؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. قال فهذا فيه ثمرة التوكل على الله سبحانه وتعالى وأن الله يكفي من توكل عليه ومن كان الله كافيه فإنه هو الرابح والمفلح في الدنيا والآخرة الله أكبر ولا يخاف من غيره أبدا إنما يخاف من الله سبحانه وتعالى نعم. قال وعن ابن عباس هنا لابد أن نفهم أن التوكل على الله أمر حقيقي اعتماد صادق على الله عز وجل في جلب ما ينفع ودفع ما يضر ليست كلمة مجردة تقال باللسان إن كثير من الناس يقول توكلنا على الله لكن في قلبه غير متوكل على الله ما عنده صدق في توكل على الله فذاك الناس يتفاوتون تفاوتا كبيرا في التوكل أو أنهم كلهم درجة واحدة تفاوتون صدق اعتماد على الله عز وجل يتفاوت من شخص إلى آخر فالذي يقول حسبي الله ونعم الوكيل يقولها متعلق قلبه جل وعلا عنده إيمان عنده يقين بأن الله كافيني ما يسوءني كافيني شر الأشرار كافيني المعاناة كافيني الفقر كافيني هو حسبي يقولها بلسانه وصادق بها بقلبه وعنده يقين هذا يعني يحقق الله له ما لا يحقق لغيره لأنه فعلا صدق بتوكل على الله وبتحسبه أن الله هو حسبي هو الذي يكفيني بينما قد يقولها كثير من الناس ولا يجد هذا الأثر بل ولا يكفيه الله عز وجل لأنه أصلا لم يكن صادقا بتوكل على الله حتى يكفيه الله عز وجل لأن الأمر مشروط صح وما يتوكل على الله فهو حسبه إن توكل على الله حقا فالله حسبه حقا إن توكل على الله كاذبا فلن يكون الله حسبه فالمسألة هكذا أردنا أن نقرأ حتى نفهم حتى فعلا نصدق مع الله في توكلنا فكلما صدق الإنسان في توكل مع الله فالله كان أكثر حسبا له والأمر يتفاوت من شخص إلى آخر بل الشخص نفسه أحيانا توكل ضعيف وأحيانا توكل صادق وهذا يقال في كل شيء حتى الدعاء واحد يدعو الله عنده يقين بالإجابة هذا لن يكون دعاه كدعائي رجل قلبه لاهي غافل لماذا المظلوم دعوته ليس بينه وبين الله حجاب لما لأن عادة المظلوم ماذا يا إخوان تنقطع فيه السبل تضيق فيه الدنيا ما يجد إلا باب الله فيلجأ إلى الله بصدق فدعوه خطير إذن حتى ولو كان كافرا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى قوم من أهل الكتاب كفار ومع ذلك أوصاه وأنت ذاهب للكفار قال إياك ودعوة المظلوم هم كفار مظلوم تنقطع في السبل فيلجأ الله بإخلاص يدعو على الظالم قال إياك ودعوة المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب واضح فهنا التوكل ليست موضوع نقرأه في حسب ليست كلمة فتقال باللسان وإنما لابد أن يكون صدق اعتماد على الله عز وجل ويقين فحينئذ تؤتي ثمرها هذه الكلمة العظيمة التوكل على الله عز وجل نعم قال وعن ابن عباس هو عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية هذه كلمة عظيمة قالها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم
في أضيق الأحوال وأحرج المواقف. وهكذا الأنبياء عند تأزم الأمور لا يعتمدون إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يلجؤون إلا إليه، وتزيد رغبتهم في الله عند الشدائد، ويحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. فالأنبياء وأتباعهم لا يعتمدون إلا على الله، خصوصا عند المضائق وتأزم الأمور، يتوكلون على الله ولا يضعفون أو يخضعون لغير الله سبحانه وتعالى، أو يتنازلون عن شيء من عقيدتهم ودينهم أبدا. قوله قالها إبراهيم عليه السلام يقول حين قالها خليلان. من هم خليلان؟ إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. دائما الشيخ ابن عثيمين ينبه، يقول بعض الناس يقول إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن. إذا قلت إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن أنزلت من درجة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الرحمن، لأن الخلة رتبة أعلى من المحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس حبيب الرحمن فحسب، بل هو خليل الرحمن. فإبراهيم عليه السلام قصته شبيهة بقصة، أو قصة النبي صلى الله عليه وسلم شبيهة بقصة إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم أسبق، وكان قد تلقى النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء كما قبله تلقى إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم كان أمة وقد حقق التوحيد، وقد ابتلاه الله عز وجل أنواع من البلاء، فأتم أمر الله عز وجل الشرعي كما أمره الله، فمدح الله مدحا عظيما، فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الرسل، حتى شبهه، أخبرنا بأن إيش لما رأى إبراهيم عليه السلام في السماء أحد السماوات ليلة المعراج، قال وهو أشبه ما يكون بصاحبكم، يعني يقول فيني شبه منه، وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان فيه شبه من حيث ماذا وماذا؟ من حيث الصورة، وكان فيه شبه من حيث الدعوة والتحمل. فاستحق كل منهم أن يكون خليل الرحمن. فالصحيح أن يقال إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ومحمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ خليل الرحمن. في أضيق الأحوال هنا ظهر صدق الاعتماد على الله. ألقي في النار ليحترق، وإلا به يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وإلا بالله جل وعلا ماذا قال؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار التي يضرب فيها المثل، النار حتى جهنم خلقها الله، خلقها نارا للعذاب، ونار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم. وألقي في النار نار عظيمة حتى يحترق، لكنه لما صدق مع الله عز وقال حسبي الله ونعم الوكيل، قال الله عز للنار وهي من جند الله ومن خلق الله وخاضع لله، قال كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. قال أهل العلم هذه نكرة مخصوصة، لم يقل الله عز وجل قلنا يا نارا، قال قلنا يا نار. لو قال قلنا يا نارا لبردت جميع النيران، لكن أراد الله هذه النار خاصة اللي ألقي فيها إبراهيم، فبقيت النيران على حرارتها وخاصيتها وبردت هذه فحسب، لأن الله خاطبها هي بذاتها في المنادى المبني على الظن. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا لو لم يقل وسلاما لتجمد إبراهيم، أمر الله يقول كوني بردا، شو تصير؟ ستكون في قمة البرودة، لكن الله قال كوني بردا وسلاما، برودة معتدلة على إبراهيم. كل ذلك أكرم الله بإبراهيم، لماذا؟ لأنه صدق في توكيل على الله وقال حسبي الله ونعم الوكيل. النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أعداء الإسلام والمسلمين، أرادوا القضاء عليه وعلى أصحابه، فجاء من يخوف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة مما أعد لهم هذه المرة للقضاء التام، فقالوا إيش؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وإلا بهم لصدق إيمانهم. ماذا قالوا؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها النبي عليه الصلاة والسلام وقال أصحابه، فما زادهم ذلك إلا إيمان، زاد إيمانهم وثباتهم، لأنهم لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى، متوكيع على الله. نعم كمل. قوله قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعثه الله في قوم وثنيين في أرض بابل يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل وينحتون الأصنام التي على صورها، وكان أبوه يصنع الأصنام ويبيعها على الناس ويأكل من ثمنها.
فبعث الله إبراهيم. هذا بلاء عظيم يعني كان ينشئ الإنسان على التوحيد في أسرة قمة في الوثنية، هذا بلاء عظيم لا يشعر به من عافاه الله عز وجل، لكن إذا كان المحيط كله يحيط به كلهم على الشرك، وأقرب الناس إليه أبوه الذي هو بضعة من عباد الأصنام. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. تصوروا لم يكن أحد على التوحيد على الإسلام إلا هو، بين قوم قمة في الوثنية، فوجد ما وجد من قومه، أمره الله أن يواجه الأمة كلها، فكان هو بنفسه أمة. نعم. قال فبعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة الوثنية يدعوها إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وينكر عليهم عبادة الأصنام. وبدأ بأبيه وقال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان. انظر التلطف، يكرر يا أبتي يا أبتي، وهكذا الداعية يتلطف بالمدعو، كما قال تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لا يأتيه بعنف وقسوة. من أمر من الله جل وعلا في قوله فقولا له قولا لينا؟ موسى وهارون عليه السلام. إلى أعتى أهل الأرض أرسل إلى فرعون، ومعاذ قال لهما فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أو هنا بمعنى الواو يعني لعله يتذكر ويخشى، لعله يتذكر ويخشى الواو، أو تأتي بمعنى الواو فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله، يعني هذا نبي بيع الله، أمره الله وأمر أخاه أيضا نبي من أنبيائه أن يتلطف بالكلام اللين مع فرعون أعتى الأرض في زمانه، الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، والذي يقول ما علمت لكم إلها غيري. قال علماؤنا المعاصرون إذن كيف تريد أن تخاطب الحاكم أو ولي الأمر بأسلوب فيه جلافة وفيه شدة وفيه تعيير اللي فيكم واللي فيكم؟ لن يسمع منك، بل أن بعض الناس يتكلم بهذا الأسلوب وكأنه يريد أن لا يسمع منه أصلا، يريد أن يثبت موقف لنفسه، أو حتى يرشح، أو حتى يشار إليه بالبنان، أو حتى يقال له شجاع، هذا موجود. وإلا هل من المعقول أن تأمر وتنهى بجلافة وشدة وتشهير ووعيد وأنت تريد أن ينتصح منك؟ معقول؟ أنا أقول كلمة أخوانا كررتها كثيرا، أقول لو أردت أن تكرم إنسانا بجلافة وشدة أبى كرامتك ولا لا؟ ولا لا؟ لو دفع لهم مالا قال خذ خذ بشدة أمام الناس خجلة، قال لي أشحذ منك أنا؟ ما بها المال هذا. شوف لو تعطيه بشدة ها ما قبل منك، فكيف تنكر على إنسان لا ذو منصب ها ذو منصب وبشدة، وإن لم تستجيبوا حركنا الشارع وكذا وموعدنا اليوم الفلاني وهذا ما وشخصا في الحقيقة هو هذا الشخص ها يشهد على نفسه أنه لا يريد أن يسمع منه، وإنما يريد أن يسمع الآخرين، يريد أن يتصدر الموقف، يريد أن يرشح نفسه أن ينجح فيقول مثل هذا. وإلا تأمل هذا كلام الله أنزله الله لما؟ حتى نستفيد منه، حتى نتعظ. قرآن موعظة، قرآن علم، قرآن هدى. أرسل موسى وهارون عليه السلام إلى أعتى أهل الأرض وأظلم أهل الأرض في زمانه فرعون، ومع ذلك قال لهما فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه دعوة الرسل وهذا كلام الله عز وجل. لكن لو أن شخصا ما دعا بلطف وأخذ بمنهج القرآن لقالوا فيه ما لم يقل كما يقال مالك في الخمر، هذا جبان، هذا يتقرب، هذا يتزلف، هذا مدفوع له، حتى جعلوا الناس لا أحد لا يدافع أحد لا عن بلده ولا عن ولاة أمره. لماذا؟ أخاف أن أتكلم كلمة ها يقولون دهنين سيرة، ها يقولون هذا فيما في، هذا جبان، هذا كذا. فأصبح حتى من يعتقد أن المفروض هذا غلط اللي شايفه لكنه يسكت بسبب تنفير هؤلاء لمن يسلك منهج القرآن. فلا يمكن أبدا من أراد أن ينصح نصيحة
يتكلم بشدة ويشتم ويتوعد، هذا لو فعله أب بابنه، شوف الابن أنت الأب ما قبل منك، ما قبل منك، ولو فعلت ذلك بمن تريد أن تعطيه، لا أن تأخذ منه تعطيه، ما قبل منك. فهذا منهج القرآن، هذا كلام الله عز وجل الذي أنزله لنتعظ به. نعم كمل. قال: لا يأتيه بعنف وقسوة وشدة ويقول هذا غيرة لله. حين ألقي في النار، أي قال هذه الكلمة حينما ألقاه قومه في النار انتصارا لآلهتهم، فقال الله للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر. والشاهد في قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل، فهذا فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى وبيان ثمراته، وأن ثمرة التوكل على الله حولت النار إلى برد وسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه فضيلة هذه الكلمة وثمرة التوكل على الله سبحانه وتعالى. قوله: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. لما حصلت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وانتصر المسلمون فيها وقتلوا صناديد الكفار ورؤساءهم وغنموا أموالهم، عند ذلك تشاور المشركون في مكة بقيادة أبي سفيان بن حرب، وأرادوا غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقاما لرؤسائهم الذين قتلوا في بدر، ولآبائهم ولأموالهم التي أخذت. فاجتمعوا بقيادة أبي سفيان بن حرب، وجاءوا بجيوش عظيمة، ونزلوا عند أحد، وهو الجبل الذي يقع شمالي شرق المدينة. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعد التشاور معهم هل يخرجوا إليهم أو يبقى في المدينة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يميل إلى البقاء في المدينة، وهو رأي عبد الله بن أبي. ولكن الصحابة الذين لم يحضروا بدرا ندموا ندامة شديدة، وعزموا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم، ليخرجوا كما خرج إخوانهم في بدر، ليستدركوا ما حصل وما فات عليهم في بدر. فرسول صلى الله عليه وسلم نزل على رغبة هؤلاء الصحابة وخرج، وخرج المسلمون معه، ورجع عبد الله بن أبي المنافق مع جماعة من المنافقين، وانخذل من العسكر. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه وعسكر عند أحد، ونظم أصحابه، وجعل جماعة من الرماة على الجبل ليحموا ظهور المسلمين أن يأتيهم الكفار من الخلف. ثم دارت المعركة وصار النصر للمسلمين، فصاروا يجمعون المغانم. فلما رأى الذين على الجبل أن أصحابهم يجمعون المغانم، ظنوا أن المعركة قد انتهت، أرادوا النزول من الجبل ليشاركوا في جمع الغنائم، فمنعهم قائدهم عبد الله بن جبير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. ولكنهم رضي الله عنهم اجتهدوا ونزلوا من الجبل، وأما رئيسهم فبقي طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى خالد بن الوليد، وكان يوم ذاك على الشرك، رأى الجبل قد فرغ وكان قائدا محنكا يعرف السياسة الحربية، دار بمن معه من كتيبة الخيل، وانقضوا على المسلمين من خلف ظهورهم، والمسلمون لم يشعروا، فدارت المعركة من جديد. وعاقب الله المسلمين بسبب هذه المخالفة التي حصلت من بعضهم، والعقوبة شملت المخالفين وغير المخالفين، لأن العقوبة إذا نزلت تعم. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فدارت المعركة من جديد، وأصاب المسلمين ما أصابهم من القرح، واستشهد منهم 70 من خيار الصحابة من المهاجرين والأنصار، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصابه، فكسرت رباعيته، وشج في رأسه، وسقط في حفرة، وأشيع أنه قد مات. فأصاب المسلمين مصيبة عظيمة، ولكن أهل الإيمان لا يتغير موقفهم ولا يتزحزح أبدا مهما بلغ الأمر، لا تضعف عزيمتهم. اجتمعوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم يذبون عنه ويحمونه من سهام المشركين، والمعركة لا تزال مستمرة، والرسول مشجوج، والمغفر قد هشم على رأسه صلى الله عليه وسلم. ثم انتهت المعركة، وأعلن أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يقتل. فحينئذ فرح المسلمون فرحا شديدا، واغتاظ المشركون غيظا شديدا. فانصرف المشركون إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يدفنوا الشهداء،
وأن يدفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد لكثرة الأموات ولضعف المسلمين في هذه الحالة، فدفنوهم في مكان الشهداء المعروف عند أحد، وحملوا الجرحى إلى المدينة. ولما وصلوا إلى المدينة جاءهم مندوب من أبي سفيان بأنه سيعيد الكرة عليهم ويرجع عليهم يستأصل بقيتهم، فما زادهم ذلك إلا إيمانا. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه إلى أحد أن يخرجوا ولا يخرج معهم غيرهم، فخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بجراحهم ونزلوا في مكان يقال له حمراء الأسد قريب من المدينة ينتظرون الكفار. لما بلغ أبا سفيان ومن معه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في أثرهم وفي طلبهم أصابهم الرعب، وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فمضوا إلى مكة خائفين من الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجع المسلمون إلى المدينة سالمين. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا قول أبي سفيان أننا نأتي ونقضي على بقيتهم. قال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه ثمرات التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذه ثمرات الاعتماد على الله. كما صارت النار بردا وسلاما على إبراهيم، صارت هذه المعركة وهذه التخويفات بردا وسلاما على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه الباب وما يستفاد من النصوص، وذلك في مسائل. المسألة الأولى، الشيخ هذا جميل ذكره الشيخ، ما يحتاج للتعليق فيما حدث للصحابة رضي الله عنهم. نعم. فقه الباب وما يستفاد من النصوص، وذلك في مسائل. المسألة الأولى، يؤخذ من هذه الآيات وأثر ابن عباس رضي الله عنهما أن التوكل على الله عبادة يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، وأن التوكل من أعظم أنواع العبادة. المسألة الثانية، التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، كالذين يتوكلون على الأصنام أو على أصحاب القبور أو على الأولياء والصالحين في جلب الأرزاق ودفع المضار وشفاء المرضى وغير ذلك. المسألة الثالثة، يؤخذ من هذه النصوص أن التوكل على الله شرط في صحة الإيمان، لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله تعالى: وعلى ربهم يتوكلون. فدل على أن التوكل على الله شرط لصحة الإيمان. المسألة الرابعة، يؤخذ من هذه النصوص أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وهذه مسألة عظيمة معروفة عند أهل السنة والجماعة، ومن أدلتها هذه الآية: زادتهم إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد، وإذا كان يزيد فهو ينقص، لأن كل شيء يزيد فهو ينقص، فمن لازم الزيادة النقصان. وكما في قوله تعالى: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، دل على أن الإيمان يتفاوت، منه ما هو أعلى ومنه ما هو دون ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: صحيح، رأى بما أنه بضع وسبعون شعبة، في حديث بضع وستون شعبة، شعب يعني الفروع كشعب الشجر، صح، وتفرع الإيمان، فالذي يأتي بالشعب أكثر حققها وأتى بها وعمل بها حتما سيكون إيمانه أزيد، والذي ينقص من الشعب سينقص من إيمانه بقدر ما نقص من الشعب. فحديث الشعب من أدلة زيادة الإيمان ونقصانه، كما أن فيه قال: أعلاها شارة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أيضا أعلى وأدنى دليلنا الإيمان يزيد وينقص. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. دل على أن الإيمان يضعف. وفي الحديث الآخر أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. نعم. فدل على أن الإيمان ينقص حتى يصير كوزن الحبة من الخردل، وأنه يزيد حتى يكون كالجبال. الله أكبر.
فالإيمان يزيد وينقص، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وفي ذلك أيضا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب الكبائر. المسألة الخامسة، في الحديث دليل على وجوب الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه، لأنه لما ذكر التوكل على الله ذكرت الأعمال، فقال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالتوكل على الله لا يكفي، لا بد من الأعمال الصالحة، لا بد من الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله وفعل الأسباب التي تنفع مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. جميل. طيب، بعض الناس يقول كلمة حسبي الله ونعم الوكيل للشخص في وجهه، فذاك يقول لا تحسب علي ويغضب، يقول هذا دعا علي أو أخطأ في حقي أو شتمني، فما رأيكم؟ هل دعا عليه؟ هل أخطأ؟ هل شتمه؟ أنا أقول أولا هذا مخطئ الذي يقول للإنسان في وجهه حسبي الله ونعم الوكيل، ويخرجها مخرج أيضا الدعاء عليه. هذا أنت تقول لنفسك حسبي الله ونعم الوكيل، تقول لنفسك أنت معتقد أن هذه الكلمة بأن الله هو حسبي، هو كافيني في إنصافي في إخراج حقي. أما تخاطب مسلما بينك وبين خلاف أو تريد تفهم معك أو شيء على طول تقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، تحدث مشكلة كبيرة. يعني أرى بعض الناس يفعل هذا ثم يقول أنا ما أخطيت يا أخي. لا، أنت كلامك في هذا السياق فيه نوع من إيش؟ الدعاء عليه، في نوع من التهديد، في نوع من الإشارة أنك إن ظلمتني. لأن يا أخوان الكلمة وإن كانت حسنة قد تخرج بقالب، بصيغة، بنترة ينترها بطريقة يعني تؤلم الآخرين. كلمة جزاك الله خير طيبة ولا سيئة؟ طيبة. لكن بعض الناس ينهر أخاه بها جزاك الله خير، لكن فيك جزاك شوي تضربه ما صار جزاك الله خير. هذا حقيقة، جزاك الله خير، الله يهديك الله يهديك الله يهديك، كش فيك؟ ما قلت شيء، قلت الله يهديك. قلت الله يهدينا؟ لا والله قلت الله يهديك، بس شو الطريقة اللي قاعد يقول؟ النبرة تغير، تعطي معنى آخر. ربنا مثلا لما تقول لشخص تقول له ما كم عمرك، لما تقول كم عمرك لو كتبتها تجد الحروف واحدة، بس كم عمرك كانت تصغر فيه. لما تقول حق شخص شاك الله خير أو تقول حسبي الله حسبي الله على الوكيل، أنت بهذه الصيغة فعلا تهجمت عليه، ويحق له إيش؟ أن يغضب عليك أو يقول أو يدعي أنك أنت هجمت عليه أو دعيت عليه. هذه الكلمة تقولها في مناسبتها. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة حسبي الله ونعم الوكيل، لا، لما أعداء اجتمعوا عليه حتى القضاء عليه وعلى أصحابه هنا قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة عظيمة. في المقابل فليحذر الإنسان أن يخوفه أخاه بالله عز وجل. إذا ظلمته فقال خلاص أنت ظلمتني، في هذه الحالة هو مظلوم، قال أنا أقول حسبي الله، جعلت الله بيني وبينك. هذه من كان قلبه حي يخاف من أشد الخوف يقول لك حسبي الله، جعلت الله بيني وبينك. لكن بعض الناس ما يزيد هذا إلا نفورا، فوالعياذ بالله بعض الناس يتكلم كلام سيء عند الغضب أو عند النزاع أو عند الخصومة، وكل ذلك أحصاه الله، كله يحصيه الله عز وجل، وكله صغير وكبير مسطر عليك. هذا كتاب ينطق الحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أي كلمة أي تصرف حتى ولو كنت غضبان أو في خصومة أو في كذا، يجب عليك أن تحاسب نفسك حتى لا يخرج منك ما تحاسب عليه يوم القيامة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.